قالت السيدة سعاد أنه النائب المدرسة عن كل التجاذبات السياسية من خلال التجاذبات السياسية ثم جابة شعبية في قطر في لا فما أحزاب أخرى فما أحزاب أخرى يسميها أحزاب فما نداء تونس فما النهضة يعني عركة بين النهضة والنداء لا 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 أنه في قطر يمنع النشاط السياسي فما ناس تحاول باش تستغل المدرسة اللي هو فضاء تربوي يعني الأولياء باش يحضروهم للانتخابات لا مش يحضروهم للاجتماع ولممارسة أنشطة سياسية الأدلجة يعني تحت غطاء مجالس نتاع تربوية اللي هي مجلس أمناء أو مجلس أولياء الأحزاب النداء والنهضة معناها لا لا فما برشا أنا ما نحبش نطول ندخل في شكون موجود هذا هو المشكل موجود التيار جاينا من قطر لا موجود المجال موجود النهضة بدرجة أولى موجود النداء موجود التيار